أشخاص لا يرون بأعينهم، لكن الإرادة والعزيمة أبصرت قلوبهم. جمعية المكفوفين في طول كرم كانت نافذة للعديد من المكفوفين لممارسة صناعة يهوونها. تأسست الجمعية عام 56، ومنذ ذلك الوقت وهي ما زالت تحتضن المكفوفين، حيث وصل عددهم اليوم إلى 54 كفيفاً، تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. كمكفوفين يعني كفئة مكفوفة، وزي ما يحكي هي مهمشة من المجتمع الفلسطيني أو أي مجتمع تاني. القدرة الإبداعية لأنهم على إنتاج الكراسي زي ما أنتوا شفتوا والفراشي، صعب حتى إحنا الإنسان مبصر أنه يقدر يتقن هاي الشغل زي ما هم بتكونوا، حتى لو كان مبصر درجة 6/6، لأنه هي بدها دقة، بدها براعة، بدها تركيز، وبدها كيف يعني تخيل كيف هو بيشتغل فيها. يعني فكرة التخيل هي نفسها فكرة إبداعية. يعمل المكفوفون في مبنى لا يقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، وآلات لا تلائم احتياجاتهم الخاصة، إلا أنهم أتقنوا مهنة لا يتقنها معظم المبصرين، كصناعة الفراشي بكافة أنواعها وأشكالها. الإنسان فقد البصر بحاجة يوجد مسار أو شيء يعتمد عليه فيه على نفسه، فاضطرينا نيجي على هاي الجمعية، لجأنا إلى هاي الجمعية ووجدنا فيها الملجأ المناسب إنه يعلمونا صنعة ونشتغل نعتمد على أنفسنا فيها، نحاول نوجد قوت عيالنا وأولادنا، لأن حمد متزوجين ورانا عيال وفي عنا طلاب في الجامعات ورانا مسؤوليات كبيرة. طبعا تعلمتها من الأخوان هون في الجمعية، وما واجهتنيش أيات مشكلة في صناعتها ولا أيات شيء، بس في عنا هون مشكلة يعني عدم التسويق، نشتغل على هوا السوق يعني اللي موجود الحالي. يعني صمدت الجمعية رغم انعدام الدعم المالي وقلة التسويق الداخلي وغزو الصناعات الصينية للسوق الفلسطينية، بات عائقاً أمام منتجاتهم. عملنا جرد طلع عندنا 1500 ممكن زي عندك معطوطين شايفتيهم بعينيكم، ما في تسويق، ما يعني إحنا جماعة مهمشين صرنا في المجتمع، صار لأنه مكفوفين. مع العلم إحنا من المكفوف اللي عندنا هذا في عنده إنتاج أكثر من اللي مفتح عيونه. لن تتخيل للوهلة الأولى أنهم أكفاء لا يبصرون، لأنهم يتقنون ما يعجز عنه بعض المبصرون، وأبدعوا في صناعات يدوية تحتاج إلى عيون مبصرة إذا ما قورنت مع غيرها من الصناعات. من مدينة طول كرم المحتلة، فرح زحالقة لقناة رؤيا.